أوكي، يعطيكم العافية وصباحكم بالخير. لقاءنا اليوم بدنا نتناول فيه يعني نحاول تراب أب، يعني نحاول نخلص الأشياء الأساسية في الشابتر تبع الانترتشينجز، ونطلع شوية على الإكزامبلز أو على الأمثلة اللي في الوظيفة اللي مشان نعرف كيف نحل حقيقة يعني أسئلة ذات صلة بالانترتشينج ديزاين. خلينا نحكي بالأول إنه اختيارنا لنوع الانترتشينج يعني ابتداء بيعتمد بشكل رئيسي على متغيرات، يعني جزء منها له علاقة رئيسي بالترافيك فوليومز، وعلى اللي حكينا المرة الماضية السيستم أو السيرفيس انترتشينج كونديشنز. وطلعنا بنتيجة إنه إحنا يعني في عنا متغيرات مختلفة على أساس أنا بحدد ما هو الشكل الأمثل للإنترتشينج اللي ممكن نأخذها بعين الاعتبار. وحكينا بعدين إنه فينا متغيرات مهمة، وهالمتغيرات لها علاقة في أشياء من ضمنها كديزاين، نطلع على الالاينمنت، نطلع على البروفايل، نطلع على الكروس سكشن، حكينا في بعض الجزئيات مثلا السايد ديستانس، حكينا على الإنترتشينج spacing between the different parts، حكينا على uniformity، حكينا كمان على continuity، حكينا على يعني جزئية قلنا ممكن بعدين إذا صار عندنا مجال نحكي فيها أو نوصلها. وبالتالي بيكون هيك يعني حبيت بس أمر بسرعة على هذا الحكي مشان نروح مباشرة على السكشن الرابع والأخير من الانترتشينجز. خلينا نشوف في هذا السكشن الأشياء المهمة اللي راح نتعلمها مشان نعمل عملية التصميم. لو ندخل بالتحديد شوي أكثر على يعني each one of the types of the ramps ونشوف كيف ممكن نتعامل فيهم. الرامس في عنا زي ما احنا ممكن نشوف رامس على شكل ال one quadrant ramp. شو خصائص ال one quadrant ramp يا جماعة؟ مين بيقولنا؟ ال one quadrant ramp بيكون عليه ترافيك باتجاهين مختلفين، يعني بيكون كأنه رام يبدأ وبينتهي بإيش؟ بتو at grade intersections، بيحمل كل التيرنينج موفمنت لكل الحركات التيرنينج لمنطقة الانترتشينج. الدياجونال زي ما احنا شايفين الدياجونال بيمشي بشكل قطري. الشكل القطري في الغالب احنا بنحكي عن دياجونال لما بيكون في عنا ايش نوع الانترتشينج هاي؟ دايموند انترتشينج. الدياجونال تذكر مع بعض الدايموند بيكون عندنا شارع رئيسي مع شارع ثانوي، بيكون عندنا هذا النوع من الرامبس، مش هيك؟ الرامبس الجانبيه هاي عباره عن دياجونال رامبس. عاده بيكون عندنا وان واي رامبس هاي، والوان واي رامبس بتكون عندنا بهذا الشكل مشان ندخل على الشارع الرئيسي ويجي عليه الترافيك الليفت تيرن اللي جاي من هون او الرايت تيرن اللي جاي من هون بدخل على هذا الشارع. عندنا انواع ثانيه من الرامبس، واحد منها اللي هو زي هذا، دائما هذا شو بنسميه؟ هذا اللي هيك بلف هيك، شو بنسمي هذا الرامب؟ بنسميه لوب. لوب لوب رامب. اللي بيجي ورا اللوب وبيعمل حركه غير مباشره، لو الحركه هيك شو بنسمي هذا الرامب؟ بنسميه دايركشنال. الرامب لما بيمشي بالشكل هذا شو بنسميه؟ سيماي دايركشنال، مش مباشر، شبه مباشر، يعني عليه سرعه نسبيا عاليه لكن مش مباشر زي الرامب اللي ممكن هلا نشوفه باللوحه اللي بعدها اللي ممكن يكون مباشر هكذا. ومين اللي بنحكي منشان الليفت تيرنز؟ هذا بنسميه سيماي دايركشنال. تمام. ايش عندي كمان انواع؟ عندنا كمان النوع اللي زي ما يكون عندي انا كلوفر ليف، في عندنا الاوتر كونكتر، مش بالدياجونال لكن شويه بيختلف عنه، انه يعني بياخذ من الطرف نسبيا مسافات متباعده بنفس النقطه عن نقطه الالتقاء. اذا هذا بنسميه اوتر كونكتر، بيكون عندنا الرايت تيرن في حاله ما يكون عندنا اي نوع من انواع الانترتشينجز هاي. شو بنسمي هذه الانترتشينج هاي؟ جزء منها شو بنسميها هاي؟ اه
كلوفر ليف. اوكي، حتى الدايركشنال مرات لما بكون عندي انا رايت تيرن في الدايركشنال، هذه انترشينج دايركشنال، لكن الرايت تيرن بكون عاده زي اوتر كونكتر فيها. الليفت تيرن في اخر واحده هاي اللي هي عباره عن اي، هاي دايركشنال. شفتوا الليفت تيرن هاي؟ هاي انا بدي امشي من هون اعمل ليفت تيرن، ففي عندي مباشره في عندنا لاين، في عندنا رامب، بياخذ لنا حركه بهذا الاتجاه، تمام؟ هذا احنا شو بنسميه؟ هذا بنسميه دايركشنال. اذا صار عندنا احنا يعني هم خمس اشكال لكن ست انواع من الرامبس: دايركشنال، اوتر كونكشن، سيمي دايركشنال، الون كوادرانت، الدياجونال، واللوب. هذول هم الانواع المختلفه. ليش هذا الحكي بهمنا؟ لانه كل واحد له خصائص في التصميم. من ابرز الخصائص في التصميم اللي بتهمنا دائما عباره عن ايش يا جماعه؟ الديزاين سبيد. كيف بدنا نختار الديزاين سبيد لكل واحد من انواع الرامبس؟ هلا في عندي رامبس بدها تكون سرعتها قريبه كثير من سرعه الهاي واي ديزاين. اذا كان عندي انا مثلا رامب فور ذا رايت تيرن، او كان عندي مرات دايركشنال، حط جنبها نضيف عليها كلمه دايركشنال رام، دايركشنال رام، الحالتين هذول بامكاننا يكون عندنا الديزاين على الرامب يكافئ تقريبا 85% من الديزاين اللي موجود على الهاي واي. يعني لو كان عندي ديزاين الهاي واي 80 كيلومتر في الساعه، بصمم الديزاين سبيد على الرامب اذا كان اوتر كونكشن، او اذا كان عندنا رامب فور ذا رايت تيرنز، لو حتى كان دياجونال نفس الشيء، دايركشنال رامب نفس الشيء، بناخذه حوالي 85% من هاي القيمه. لو كان عندي 100 باخذ 90، لو كان 90 باخذ 80، وهكذا. يعني اقل تقريبا ب 10. اما النوع الثاني فهو لما بحكي على الميدل رينج، الميدل رينج معناها ايش؟ انه انا بامكاني اطلع على السيماي دايركشنال والدايركشنال. احيانا الدايركشنال زي ما حكينا قبل شويه ممكن ناخده بالابر رينج 85%، لكن عندي مجال انزل لغايه 70%. يعني اذا كان عندنا 100 مثلا الهاي واي ديزاين سبيد، لو كان عندي سيماي دايركشنال او دايركشنال كونكشن بامكاني اخذ لغايه 70. مش مناسب اخذ اقل. هذا this is the recommended design speed for the RAM. طب لو كان عندي لوب، اللوب باخذ حوالي 50% من الهاي واي ديزاين سبيد. اذا كان الهاي واي ديزاين سبيد 100، باخذ اللوب ديزاين سبيد 50% منها، يعني 50. اذا كان عندي 70 باخذ 40، اذا كان عندي 110 باخذ 60، وهكذا. واضحه؟ اذا هذا بعطيني guide values for ramp design speeds as related to the highway design speed. اوكي. هلا لو كان عندي outer connector زي هذا، الاوتر كونكتر الشكل تبع هذا الرامب اللي كله اوتر كونكتر في هاي الحاله على سبيل المثال، عندي مجال يكون زي الشكل الاول او الشكل الثاني او الشكل الثالث او الشكل الرابع. اذا عندي انا اشكال مختلفه حسب طبيعه الموقع، حسب السرعه اللي عندي. اكيد لو كان عندنا بنحكي على الاولاني هو افضل ما يمكن، السرعه كثير كثير عاليه عليه على الجهتين كله بضل ماشي بسرعه عاليه كثير كثير، لكن لو كنت بحكي على الثاني اكيد السرعه هاي اقل. اذا كان عندي ليميتيشن بالاريا وكذا بدي اضطر اعمل هيك، ما عنديش مجال اني ابني الرام في هالمنطقه اللي هون. او ربما واحد منهم عند الخروج عالي كثير كثير، بعدين عند الدخول صار عندنا اوطى، الريدر صار عندنا اقل، وهكذا. او العكس، هون بيكون عندنا اوطى هون عندنا اعلى. بغض النظر، اذا الشيب بنحكم او بنحكم الى اشياء من ضمنها نحكي على التايب اوف ذا رام، الترافيك فوليوم، الديزاين سبيد، التوبوغرافي، انترسكشن انجل. كل هذه عوامل بتخلينا نشوف كيف شكل الكيرفتشر، كيف الرامب هذا بيكون موجود. طبعا اما بيكون عندنا مثلا زي الحاله الاولى ممكن يكون فيها كيرف واحد سنجل كيرف، لكن الحاله الثانيه فيها ريفيرس، فيها كيرفز. الحالة الثالثة فيها كومباوند كيرف، فيها واحد كبير ريدس كبير في البداية والثاني بيكون صغير في النهاية، وهكذا. إذا هون في عنا يعني
زي ما حكينا اختلافات في أشياء زي هاي بدنا نتطلع. مرات يكون الناس فايرل مشان يضل عندي يتغير الراديوس بشكل من هون لهناك إلى آخره إلى آخره. ونفس الشيء لو كان عندي زي هذا اللي احنا بنسميه دياجونال، لما كان عندنا أي نوع من أنواع الانترشينجز دايموند، وكذلك مرات أنا بيكون عندي بربط الشكل أنا مضطر أدخله على فرونتج رود زي هيك، وحتى السماي دايركشنال عندي أكثر من شكل، ممكن يكون كتير قريب، ممكن يكون بعيد، ممكن يكون قبل ستراكشر أدخل، ممكن أدخل بعد ستراكشر، طبعا بعد ستراكشر ممكن يكون عندي هون ضرورة كمان جسر إلى آخره. إذا طبيعة الشيب بيعتمد على المعطيات هاي، هاي كلها معطيات تعطينا يعني الآليات المختلفة الضرورية لأنه إحنا نصمم الشيب الأمثل ممكن يكون عندنا. شفت اللوب كمان ثلاث خيارات لللوب، ممكن يكون لوب هيك، ممكن يكون لوب هيك، ممكن يكون لوب هيك وهكذا، وكذلك الأنواع المختلفة. قديش ممكن يكون عندنا في الديزاين of the profile، قديش عندنا مقدار الماكسيموم جريد فور درام مشان نصمم. هلا صممنا الديزاين سبيد، اكيد نصمم الراديوس، نصمم البروفايل وهكذا، قديش ممكن يكون الماكسيموم. هلا ايش بيعتمد؟ بيعتمد على التيرمينال فيرتيكال كيرف اللي في النهايه والسنترال كيرف اون ذا جريد، قديش ممكن يكون الكيرف في الوسط، قديش ممكن يكون اذا كفاليو الماكسيموم رامب جريد. هلا اذا كان عندي ديزاين سبيد مرتفع بيكون عندنا الماكسيموم جريد منخفض. اذا اذا كان عندنا 70 الديزاين سبيد على الرام، بحاول بس يكون عندي 3 إلى 5% الحد الأقصى للميل. طبعا احنا في عندنا أبجريد وفي عندنا الداونجريد، يعني إذا كان صاعد الرام أو إذا كان الرام نازل. إذا كان عندي 60 كيلومتر في الساعة من 4% إلى 6%، إذا كان 40 إلى 50 من 5% إلى 7%، إذا كان 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة من 6% إلى 8%. إذن هذه رامبس لها ميول متواضعة نسبياً واللي ممكن نأخذها في الاعتبار منشان نخلص متطلبات التصميم بالvertical alignment. هلأ النازل ممكن to increase عن values هاي بنسبة 2%. لو قلت أنا عندي نازل وأنا عندي design speed 40 إلى 50 بإمكاني يعني الرينج يكون بدل 5 إلى 7 يكون 7 إلى 9%، عندي مجال يعني يكون عندنا 9%. طبعاً يعني 9% منيحة لما يكون عندنا نزول، الرامب نازل نزول. إذا ممكن أزيد على هاي القيم 2% for the descending grades لنازل. صممنا إحنا الراديوس وشفنا قديش عندنا الكيرفتشر لهذا الرامب، سواء كان أوتر، دياجونال أو أي شيء تاني. كيف نتعامل مع الكروس سلوب والسوبر إليفيشن؟ أوكي. هل إحنا اتفقنا إنه في عنا إحنا two types of exits أو entrances؟ يا إما بيكون عندي أنا deceleration lane أو acceleration lane على شكل tapered أو على شكل إيش؟ أو على شكل parallel. التيبرد بيبدأ مباشرة هذا اللين أو الخروج بهذا الشكل، فعندي مسافة معينة بصير عندي deceleration lane deceleration length على هذا المسافة، بعدين بيبدأ عملية الكيرفتشر أو ممكن يكون diagonal بضل ماشي بشكل مستقيم. أوكي، نفترض في أسوأ الحالات إنه كان عندنا كيرفتشر، كان عندنا في كيرف مشان هذا الرام. إحنا بنحكي هلا كان عندنا هذا الشارع اللي بنحكي عنه، هذا الشارع هذا، وعم بحكي عن هذا الرام بده يوصل الآن ما بين هون وما بين هون. اوكي تمام. اذا كيف بدنا نتعامل هلا مع يعني الشارع نفسه؟ ما كان ولا راح يكون فينا سوبر اليفيشن لانه هذا هو الكروس سلوب. الكروس سلوب هذا معناه ايش؟ انه فينا كمبر هيك هيك هيك، هذا هو السنتر، هذا الكمبر، هذا الكراون تبع الكروس سكشن الى اخره. واضح؟ زي ما هو عم بعطيني اياه هناك. تمام، هذا الكروس سكشن الضروري. هلا هذا بيكون عندنا على شكل كيرف. اذا شو بدنا نعمل هلا؟ من لما يبدي ينفصلوا عن بعضهم البعض ببلش انزل بالطرف هذا. هلا اللين جديد صار عندنا هون،
هذا الطرف بيكون نازل، هذا الطرف بيكون نازل هون، هيو نازل بالمقطع العرضي كأنه هون بطلع يا جماعة على هون مقاطع أرضية هيك بطلع، بطلع على مقاطع أرضية. لما بكون وصلت هون بيكون لساته برضو نازل. من هلا وطالع شو بصير أعمل؟ بعمل له fully super elevated. اللي كان عندنا أنا super elevation 6% 8% هون، بكون أنا انتقلت من 2% extension على إيدنا اليمين لغاية ما نوصل للبارلل للنسبة اللي عندي إياها، سواء كان عندنا tapered أو سواء كان عندنا parallel. لكن في البدايات زي ما اتفقنا ما بصيرش أعمل أنا هون اختلاف بالميل العرضي، ما بصير أبدأ من هون أعمل super elevation. لما بنفصلوا التنين على بعضهم البعض من هون وطالع، مش بس حتى الانفصال العادي، انفصال بعد الانفصال اللي بيكون بنفس المستوى هون ممكن يبلش المستوى يختلف، يبلش يرتفع أو ينخفض. لعند هون هي بنسميها جزء من الجور اريا، راح نحكي فيها كمان شوي، بيكون نفس الليفل، بيكون الميل الجانبي 2% على الكروس سكشن كله، يعني من هون لهون 2%، من هون لهون بيكون 2%، لكن بعد هالنقطة ببلش أزيد 3% 4% 5%، يعني هيك بده يصير زي ما احنا شايفين هيك. طبعا هذا لو كان عندنا curved section، curved للانترنس، هذا tapered entrance، نفس المبدا عندنا ماشي above the line، عندنا pavement surface below the line، انه نازل ولا طالع زي ما احنا شايفين، يعني cross section هيك هيك نازل او هيك بيكون عندنا طالع بالاتجاه الاخر. اذا cross section design وموضوع super elevation برضه موضوع مهم ناخده بعين الاعتبار. وزي ما شفنا حالتين ثلاثة هون، شفنا خط مستقيم tangent section tangent tangent، لكن كان ان exit على شكل tapered وparallel. لما كان ان curved section سواء ان entrance او exit curved او عكسي ممكن يكون، كل هذه الاشياء بدنا نتعامل معها ونتأكد انه الميول العرضية عم باخدها كلها بعين الاعتبار. يا دكتور نعم، بالنسبة للبور اللي حكيتها بشوية نعم عليها كراون، هلا بدنا نحكي فيها الجور هي، بعطيني بس دقيقتين هلا جايين لها. هلا بنحكي فيها. قصدي لا، سؤالي انه بصير يختلف سنتر الشارع كل ما تمشي لقدام شوي، مزبوط؟ طبعا بصير يختلف، هلا بنحكي فيها هي هلا بصير يختلف من هون وطالع. هلا اعطيني دقيقتين هلا جايين لها. هلا ما قبل ذلك، ما قبل نروح على الجور اريا، بدنا نحكي على الويث اوف ذا رامب. قديش عرض الرامب؟ نتذكر مع بعض لما حكينا على الفري رايت تيرن لين، نتذكر مع بعض نفس المبدأ بالضبط. هو كأنه لما بحكي عن هذا اللين، هذا كأنه هذا الرامب عبارة عن free right turn lane، كأنه مش هذا هو رامب؟ شو بفرق عن free right turn lane؟ ولا شيء. إذا مبدأ التصميم من ناحية العرض، هلأ بنحكي من ناحية العرض تبع اللين، قديش ممكن يكون عرض اللين؟ قديش ممكن يكون الشولدر ويدث؟ هل هو 3.6؟ لا، لأنه في كيرفتشر. إذا لأنه في عنا كيرفتشر نطلع على طبيعة الترافيك اللي موجود عندنا. إذا أولا بدي أكون عارف أنا ما هو مقدار إيش الـ radius of the inner edge of the pavement. نفترض كان عندنا 75 متر على سبيل المثال. إذا الـ radius الداخلي هذا اللي بنحكي عنه قبل لحظات، وهذا هو عبارة عن الـ ramp اللي بنحكي عنه. إذا أنا بدي أشوف كم عندنا مقدار R للـ inner. هو تقريبا لو كان عندنا R للإنر أو السنتر بفرقش كتير كتير لما يكون عندنا الريدس كبير، لكن لما يكون عندنا الريدس منخفض 15 أو 20 متر بصير يأثر. لكن لما بيكون 50 ولا 75 لو 100، يعني سواء كان عندنا 100 ولا 104، لو كان لو افترضنا 4 متر عرض اللين بفرقش كتير. أوكي، بعدين بطلع على الكيسز اللي احنا أخذناها سابقا. هل عندي الكيس إنه عندي one lane only one way operation with no provision for passing a stalled vehicle؟ نتذكر هذا الحكي من اول، اخذناه من اول. او كان one lane ولكن with provision for passing a stalled vehicle، او كان عندنا two lanes على الرام. امتى ممكن يكون عندنا two lanes على الرام يا جماعه؟ حكينا واحد منهم الكيسز قبل لحظه هلا او قبل دقائق. ايش الرام اللي عليه الاوبريشن بتو لينز بتو ويز كمان؟ وين؟ مش محضرين. ايش الحل اللي فيها الرامب؟ اي نوع من انواع الرامبس؟
وان كوادرانت ولا كلوفر ليف ولا دايركشنال ولا ترامبت؟ وان كوادرانت. وان كوادرانت طبعا هلا حكينا فيها قبل شوي. وان كوادرانت هلا في حالات محدوده من الترامبت. شو ترامبت؟ لو افترضنا انه عندنا ترامبت هيك هيك ترامبت، وهذا شو ممكن يكون عندنا؟ اللفتين هيك. هلا ممكن هون يكونوا اثنين جنب بعض، ممكن ممكن يكونوا منفصلين، يعني ممكن هون هاي عباره عن تو لينز، المقطع تبعها هذا الون لين رايح لهيك وهذا الون لين اللي جاي من هون، مش هيك وارد كمان بالترامبت احيانا؟ هذا اللين، هذا الليفت لين، هذا اللي جاي من هون، هذا نفسه اللي هو هذا اللين مش هيك، وهذا نفسه اللين هذا اللي هون، هذا المقطع. لو اخذت المقطع هذا A A، واضح هذا المقطع AA اللي بيكون موجود عندنا هون، وتحط صورة زائد اللي حكيناه قبل شوي اليوم، وهو لما حكينا على one quadrant. إذا كان عندنا إذن الكيس رقم ثلاثة اللي هو عندنا two lane of operation، هلا ب one direction أو ب two directions، طب كيف ممكن يكون two lanes in one direction؟ هل ممكن يكون عندنا إحنا حاجة إنه هذا ال outer connection يكون two lanes جنب بعضهم البعض ماشيين هيك؟ طبعا. إمتى بيكون في حاجة؟ إمتى بيكون في حاجة أعمل two lanes بالأوتر كونكشن لين أو بالدياجونال؟ إمتى ممكن أعمل؟ بترافيك عالي. إذا كان الترافيك عالي طبعاً ممكن يكون، طبعاً إذا كان الترافيك عالي بعمل تو لينز. أوكي، إذا فهمنا الكيس الأولى، الثانية، الثالثة، لكن كمان نتذكر إنه في عندنا أخذناها سابقاً الترافيك كونديشنز أي بي سي. نتذكر الترافيك كونديشنز أي بي سي شو معناها؟ إيش يعني إيه يا عبد الفتاح كانت؟ passenger cars. mainly passenger cars. أحياناً sometimes بيكون عندنا single unit trucks. أوكي. أما الكيس B وإيش عندنا؟ sufficient single unit trucks، لكن أحياناً بيكون عندنا some semi trailer combinations. أما الكيس C بيكون sufficient البص and combinations to govern the design. إذا design speed بيكون بالحالة هاي الكومبينيشن أو الباص اللي ممكن يكون باص كبير. إذا أنا حددت، إذا لو افترضنا إحنا عم نصمم هذا الرام العبارة عن أي كيس؟ هذا الرام كيس رقم ثلاثة. ولو افترضنا إنه الديزاين فيكل كانت عندي تريلا، إذا بدي أروح على سي. ولو كنت أنا محدد الديزاين ريدس 75، شو بدنا نعمل الآن؟ نعمل الآن تقاطع ما بين هذا اللاين وما بين هذا الكولوم. قديش بيكون ساعتها عرض الرامب؟ الرامب بدون الشولدرز قديش عرض الرامب؟ التو لينز تبعين الرامب قديش بيكون عرضهم؟ 9.3 متر. بتحط الصوره كيف؟ طب لو كان عندنا دياجونال زي هذا، كان عندنا فقط نعمل كروس على هذا اللين، كان عندنا فقط one lane only، وان لين اونلي كان عندنا، وكان عندنا الريدس كان عندنا 75، وبديش اعمل بروفيجن ل باسنج او ستول فيكل، نو بروفيجن، بدي اخذ الكيس الاولى. وكان عندنا وكان عندنا المركبات فيها تريلا، قديش بيكون عرض اللين في الحاله هاي؟ 4.8، واضح؟ وتحط كيف احنا بنوجد العروض؟ تمام. اي موديفيكيشن ناجم عن اي من الحالات هاي بدنا ناخذه بالاعتبار. اذا كان عندنا بارير كيرب وان سايد او في تو سايدز، او ستابيلايت سولجر شولدر، بدنا نضيف او ما نضيفش حسب اللي احنا شايفينه عندنا في الجدول اللي تحت. اوكي، نيجي على الشولدر بشكل شوي مفصل اكثر شوي. الشولدرز إذا كان عندي one way ramp اللي هلا حكينا عنه، آخر واحد اللي طلعنا عرضه، طلعنا عرضه كم؟ طلعنا عرضه ما يعني قديش احنا حكينا عن مثلا 4.8 متر عرض الرامب.
قديش عندي عرض الشولدرز؟ بقول لي الليفت شولدر بيكون عندنا بيفد بالرامب، وبيكون عندنا عرض الليفت شولدر من 0.6 الى 1.2 متر. اما الرايت شولدر بيكون عرضه من 2.4 الى 3 متر. The sum of the right and the left shoulder widths should not exceed 3 إلى 3.6. يعني لو أنا أخذت بالوسط، أخذت في القيمة الأولى، أخذت 0.9 على إيدنا الشمال، وأخذنا بالوسط 2.7 على إيدنا اليمين، بيكون قديش وصلنا مجموعهم مع بعض؟ 2.7 مع 0.9 3.6 بس لعند هون وبس. هل ممكن أجي أقول بدي أعمل 1.2 الليفت وبدي أخذ الرايت 3 متر؟ قديش مجموعهم بيصير 4.2؟ طب ليش هذا الحكي؟ ليه مين بيقول لي ما بصيرش يكون مجموع الليفت والرايت شولدرز ليش بيكون ليميتد ماكسيمم ل 3 الى 3.6 متر؟ لو كان 4.2، لو كان 5 متر عرض التو شولدرز مش احسن من ناحيه السيفتي؟ شو رايكم؟ يعني في ممكن يصير تجاوز. ايوه، بصيروا الناس يتشجعوا انه يبطل يستخدموه كون لين، لانه بيف بصيروا يستخدموا يتزاحموا السيارات، يمشي كانه تو لين، يصيروا يتجاوزوا عن بعضهم بعض، هذا كثير سيء. وان لين مينز وان لين، عشان هيك لازم نضمن انه العروض تبعت الشولدرز كلياتها الرايت والليفت مع العرض تبع اللين نفسه ما يمشي ولا يتجاوز الحيز اللي احنا بنحكي عنه. لو كان عندنا دايركشن الرام with a design speed of over 60 كيلومتر بير اور، نحاول الليفت شولدر يكون up to maximum 1.8 لأنه design speed عالي بالdirectional، يعني في احتمال السيارة يعني لو زاحت هيك ولا هيك. في بالنسبة للright shoulder بضل عنا 2.4 إلى 3 متر. في transition between the through lane shoulder with and the ramp shoulder which should be affected gradually on the ramp. يعني لو أنا عندي على الشولدر من نستخدم 2.4 وكان قبلي نفترض أنه 1.8، بدي أبدأ من 1.8 gradually increasing لأوصل على الشولدر 2.4 لا على الرام. اللاترال كليرانس، اللاترال كليرانس جزء منه بيكون على الشولدر، جزء بيكون مرات كتير خارج الشولدر، بيكونش عندي أي عوائق، لا أعمدة كهرباء ولا جارد ريل ولا أي شيء تاني مشان السيفتي. اللاترال كليرانس بيكون عندنا 2.4 إلى 3 متر on the right و 1.2 on the left. حتى لو كان عندي 0.6 متر shoulder width on the left، لكن بدي كمان يكون عندي كمان 60 سنتي فاضيات، يكون عندنا clearance lateral clearance، بيكون عندنا paved يكون 0.6 لكن عندي كمان 60 سنتي إضافيات مشان يكون total 1.2 lateral clearance، مشان الرؤية، مشان لو سيارة طلعت لقيت آخر. Ramps on overpasses or underpasses should have the full approach cross section. إذن the full approach على ال underpass overpass ما بصير يضيق بالoverpass، ما بصير عندنا الشولدر يكون عندنا 2.40 قبل الoverpass، على الoverpass نعمله 60 سنتي، لا لا بضل ماشي على طول الخط 60 سنتي، 2.40 مش 60 سنتي على الأوفرباس أو الأندرباس. أوكي، نيجي على الجور. زي ما حكينا فينا نقاط افتراق وفينا نقاط التقاء، كيف نصمم هاي المنطقة الحساسة جدا جدا؟ إيه دكتور. نعم. إيه بس ليش حطينا تو شولدر رغم إنه كنا بالشوارع العادية نحط ون شولدر للون وين للون لين؟ إنه تو شولدر لأنه عندنا يمين وعندنا شمال. نرجع لورا شوي لما حكينا هلا على الحالات اللي زي هيك. هي عندنا هذا شيء، عندنا الاوبريشن تبعنا هيك، هذا ترافيك لين، من هون لهون في عندنا شولدر، من هون لهون عندنا شولدر، هذا اللي احنا بنسميه الرايت شولدر، هذا بنسميه الليفت شولدر، احنا ماشيين هيك تمام. فاحنا بدنا شولدر من هون، شولدر من هون، لانه الشارع هو عباره عن ون لين. لو كان عندنا تو لينز زي ما حكينا قبل شويه ماشيين مع بعض، برضه عندي رايت وعندي ليفت. لو كان عندي انا تو لينز ماشيين باتجاهين مختلفين اختلفت الصوره، اتجاهين مختلفين، لو كان عندنا شولدر وان كوادرانت بيكون هذا كانه رايت شولدر وهذا كانه كمان رايت شولدر، بطل يصير ليفت، دير بالك تمام.
هذا عرضه بيكون right shoulder width، وهذا بيكون right shoulder width اللي هلا حكينا عنه قبل شوي. تمام؟ تمام. تمام. وما في لفت صحيح؟ ما في عندنا لفت في الحال. هنا صحيح. اوكي. نيجي على الجور اريز. ما هي الجور اريز؟ في المناطق اللي لها خصوصية في نقاط الافتراق أو الالتقاء على الانترتشينجز. إذا كنت أنا بدي أمشي هيك وبعدين بدي أعمل هون رامب إكزت، وهذا الرامب إكزت بدي أشكل هذه المنطقة الحساسة اللي فيها potential accidents، لأنه في احتمال كبير، في احتمال كبير إنه الناس مش متعودة، مش شايفة، مش عارفة، نسي، عرف كذا الأخري، وهو ماشي من هون في احتمال كبير جداً إنه حتى لو مست الإكزت في أوله لازم أول مرحلة تكون ليفل تماماً. هذا اللي احنا بنسميها الفيزيكال نوز. بعديها بصير بالفيزيكال نوز، بصير فيزيائيا بصير يرتفع هون بشكل منفصل، لانه هذا بضل في مستوى، هذا بصير في مستوى ثاني، لكن لغايه هاي النقطه لهون ضلوا كلهم بنفس المستوى، لانه لو واحد غلط شو ممكن يعمل؟ يرجع يعدل، او كان ماشي من هون ونسي بده يرجع يعدل، حتى لو هون كانت مهشره او معلمه انه كانه ممنوع انك تمشي فيها، كانه عباره عن ماركينج بتكون في المنطقه. هون بتكون عندنا فيزيكالي انه بيكون يبدا يرتفع او ينخفض. اذا كان هذا بنزل نزول بصير هذه منطقه نازله، اذا كانها مرتفعه بصير المنطقه مرتفعه. هاي لها شولدر تبعها، هاي لها شولدر تبعها، وزي ما حكينا كمان في لها شولدر تبعها من هاي الجهه، بس هو رسم لي الشولدر اللي من جهه الجور اريا. اذا هون في عندي انا الجور اريا في المنطقه هاي اللي بيختلفوا او بنفصلوا تماما فيها. قبلها بيكون عندنا نيوترال اريا. نيوترال اريا نصين، نص لعند الفيزيكال نوز ونص ما بعد الفيزيكال نوز. قديش ممكن يكون الويث اوف ذا جور نوز اللي احنا بنحكي عنه؟ الجور نوز اللي هو هذا، هاي المسافه من هون لهون، قديش ممكن؟ من 6 الى 9 متر هاي المسافه، لانه في عندنا شولدر من هون وشولدر من هون، كمان مسافه بيناتهم. لو الشولدر اللي هون مترين، مترين و40، الشولدر اللي هون 80 90 سم، في كمان بيناتهم 3 4 5 متر الى اخره، حسب الديزاين اللي ممكن اخذه بعين الاعتبار، انكلودينج البيفد شولدرز ميجرد بتوين ذا ترافلد واي اوف ذا مين لاين اند ذات اوف ذا رام. اذا السهم الاخضر من الايدج اوف ذا ترافل واي من هون للايدج اوف ذا ترافل واي تبع الرام، هذا احنا بنسميه الكور نوز، اللي بيكون من 6 الى 9 متر. هذا هو الجزء الاول، هذا الجزء الثاني من النيوترال اريا اللي احنا بنحكي عليها. هذا هو الشولدر، هذا هو الجور اللي احنا بنسميها اريا، هذا هو اللاين اللي بنسميه الكور نوز ديستانس، هذا اللي احنا بنحكي عنه. شايفينه وين الجور؟ هذا الجور هون، هذا ايش اللي من هون لهون؟ النيوترال اريا الاولانيه اللي بتكون عباره عن ايش؟ بيف. هاي الثانيه اللي بتكون عندنا ايش؟ هون فيزيكال. بلش تختلف، لانه هذا بضل طالع فوق، هذا بصير دنزل تحت، هو طالع معه في الاول بعدين بصير دنزل برام ثاني لتحت. وتبارز واضح؟ هذا اللي احنا بنحاول نحكي عنه، هذا عباره عن جور اريا لسنجل لين اكزت، لمخرج بون لين. هذا جور اريا لميجر فورك، بتفرع الشارع الى فرعين، فرع رايح هيك وفرع رايح، لانه الشارع نفسه بصير تو فري ويز، فري واي الاول 75 رقمه بروح على اتلانتا وبرمنغهام الى اخره، هون بروح لنا على جست او على جرينفيل بهذا الاتجاه بتو اذر لينز فوركينج. هذه الجور اريا هي اللي هون، شفتوا الجور اريا؟ هي اللي هون. هذا جور اريا ولكن تو لين اكزت، واضح؟ هذا هو نيوترال اريا، هذا بيكون عندنا الفيزيكال، وهذا عندنا النوز، هذا اللي بيكون هذا الجور، المنطقه الخضراء اللي هون وطالع، هاي هو الجور، هاي من هون وطالع. نفس الشيء عندنا هون بيكون عندنا الجور اريا، شايفين جور اريا؟ طبعا المنطقه هاي خطره كثير، اللي هي نهايه الجور اريا لما يكون عندي مثلا بارير نحط لها صدامات قوية جدا جدا بتمتص الضربات، بيكون فيري يعني سنسيتيف للضربات، تمتص الضربة، لأنه ممكن حدا
مش منتبه كتير، بده يعمل ازاحه، بده يدخل على اللين الثاني ما لحقش، بضرب فيها بصير حادث وفاه كبير جدا. فبتكون بتمتص ضربات كتير، بحطوا هذه الفري الاستيك ماتيريال عند المنطقه هاي. اوكي مره ثانيه، هذا نيوترال اريا، النيوترال اريا هذا بيكون لغايه المنطقه هاي اللي بيكون فيزيكال نوز، وهي بتكون لهون لايش هون لغايه الكور ويث، هذا هو ال 6 الى 9 متر بيكون لهون. وبعدين بيكون عندنا فيزيكال زي ما اتفقنا، بيكون من هلا وطالع اختلفت الارتفاعات بشكل كامل. بيكون عندنا شفتوا كيف ان هذا الشولدر الداخلي وهكذا، هذا الشولدر الاخر. الكور از ديسيجن بوينت اريا، كثير كريتيكال الكور، لانه هو منطقه فيها ديسيجن بوينت. Erratic movement of the vehicles، ممكن ناس يخطئوا بالحركة، فبالتالي ممكن يكون لنا مشكلة في core area. The core area and the unpaved area beyond should be kept free of obstacles، لازم ما يكونش عليها لا إشارة، لا عليها حتى إشارة guidance، ما عليهاش أي لوحة إعلانات، ما عليهاش أي حتى جارد ريل، يعني بده يكون عندنا منتبهين كثير ما في عندنا اي شيء في المنطقه سوى ما يمكن تبع امتصاص الضربات. ييلدينج اند بريكنج اواي سبورتس اون اور جارد ريلز اذروايز، يعني اذا كان بده يكون عندنا اي شيء بده يكون شيء بريك اواي، اذا كنا مضطرين انه بحيث ينكسر، يعني ما يعمل اي مشكله لما السياره تضرب فيه بنكسر، ذاتس فاين. جارد ريل ما هو، لو احنا زي ما حكينا بدنا ناخذ بالاعتبار انه السياره طلعت الى اخره، يعني يحميها الجارد ريل، باب الحمايه. كوشنز اللي حكينا عليها قبل شوي، الانرجي ديسيبيتنج ديفايسز ار فيري افيشنت اللي حكينا عليهم، اللي بيكونوا الكور اريا ممكن يكون عندنا بالنص موجوده او في اوفسيتس على اليمين وعلى الشمال زي ما احنا شايفين عندنا هنا، مشان الايرنت فيهيكل اللي مخطئ وبده يعدل مساره يكون عنده لسه مجال انه يعدل مساره بهذا الاتجاه، وكذلك اللي جاي من الاتجاه الاخر. اذا في عندنا لينكث عليه، بتكون عندنا عمليه الجور شايف اريا ديزاين، ممكن يكون في حاله الاوفسيتس غير متساوي، بيكون غير متساوي، او ممكن يكون يعني متساوي في حاله كان عندنا موجود بالنص النوز هذا اللي احنا بنحكي عنه. هذا بيكون عندنا parallel type exit gore، لاحظين هذا بيكون عندنا curvature تبع الرام، هذا بيكون عندنا الرام نفسه لما بيصير عندنا deceleration، مش رام هو deceleration length المطلوب عندنا. وبعدين في عندنا المنطقة المتبقية هي منطقة لها علاقة بالgore area. الgore area ممكن يكون زي ما اتفقنا وشفنا هلا مثال forks، fork بتفرع الشارع إلى فرعين تفرعين إلى آخره. قديش ممكن يكون النوز تيبر زد اللي حكينا عنه قبل شوي، بيعتمد على الديزاين سبيد. اذا كان الديزاين سبيد مثلا 80 كم في الساعه، هي بتكون حوالي 30 متر على سبيل المثال، المسافه زد كنا نشوفها قبل شوي صغيره. هذا بيكون نمط الماركينج للكور لينك. لما يكون عندنا ميرجينج، اوكي كان هذا معظمه كان اكزيتس، كان معظم الاكزيتس. لما لو يكون عندنا انترانس او ميرجنج ترافيك، يعني نفس المبدا نطبقه هنا، بيكون عندنا شولدر وبكون عندنا الجور اريا، بكون عندنا التيبر. بالمناسبه التيبر هذا انا لما هلا وجدنا بالمناسبه عرض الويث اوف ذا لين، لو افترضنا كان 4.8 من 10 وهون 3.6 من 10 شيء، عشان ندخل على الشارع الرئيسي، لانه هذا acceleration length عرضه 3.6 من 10 ستاندرد. بدنا نعمل تيبر ما قبل ما ابدا انا بالستريت لاين اوف ذا acceleration lane، ببدا اعمل التيبرنج على مسافه 15 الى 1. 15 الى 1 يعني انا عندي هون نفترض كان عندنا 4.8 من 10 ل 3.6 من 10، قديش الفرق بينهما؟ شو رايكم؟ واحد واثنين، واحد باثنين بضرب الواحد واثنين ضرب 15 بيطلع عندي 18 متر التيبر، واضح؟ التيبر بيكون عندنا هكذا. هذا انترانس تيرمينال زي اللي هلا شفناه قبل شوي، لكن صوره حقيقيه موجوده عندنا بالاشتو الجديد.
قديش ممكن يكون الديستنس بتوين ذا تيرمينلز؟ هاي ان هون نفترض انه هون عندنا خلصنا الرامب هذا، وهذا كان كلوفر ليف. كلوفر ليف يعني معناها شو معنات كلوفر ليف؟ يعني هذا جاي عندنا اللي جاي من فوق بلف هيك عشان يدخل. طب اللي جاي من هون شو بده يعمل هلا؟ بده يعمل لفتين، بده يمشي من هون تحت الجسر، بعدين شو بده يعمل؟ بده يطلع على رامب من فوق هيك يلف مشان يطلع على فوق الجسر يعمل اللفتين، صح ولا لا؟ شو طبيعة التيرمينالز هاي اللي هون؟ لو أنا رسمت الخط المستقيم هذا اللي هاش اللي بنشوفه الشارع هذا اللي احنا ماشيين فيه، هذا اللي هون، هذا اللي هون، هذا الشارع اللي هو هذا الشارع اللي هون. إذا في عندي هون إيش؟ الشارع هذا بدخل عليه من هون الرامب هذا، وبطلع منه هون الرامب هذا. إذا شو طبيعة الحركة اللي عليه؟ بتكون عندنا حركة هون إن هيك، وحركة ثانية بتكون أوت هيك. قديش ممكن يكون المسافة المينيموم بين الـ in والـ out على سبيل المثال؟ هذا اللي بنشوفه بالشكل التالي. إذا نحن شايفينه هون، أي كيس اللي احنا شفناها هلأ شفنا أي كيس؟ الكيس الأخيرة، صح ولا لا؟ ليش الكيس الأخيرة؟ إنه شفنا اللين اللي هلأ شفنا صورته كان داخل، صح ولا لا؟ وفينا لين بعديه بشوي بده يخرج مشان يعمل اللوب اللي منها وفوق. إذا هون عندنا entrance EN مع exit case، يعني عندنا weaving section في المنطقة، صح ولا لا؟ دائما عندنا weaving section اللي شرحناه في المرة الماضية أو قبلها، لما يكون عندنا ramps على شكل الكلوفر ليف ramps loops. قديش في الحالة هاي ممكن يكون المسافة L؟ المسافة L يعني نطلع عليه، طبعا هذا كمان بقولنا لسه not applicable للكلوفر ليف، لكن بدنا كانه applicable. لو كان عندنا فري واي، مع فري واي مسافه لازم تكون 600 متر، او لو كان عندي انا كولكتر ديستريبيوتر رود مع الفري واي 480 متر، لو كان عندنا فول فري واي مع سيرفيس انترتشينج مش سيستم انترتشينج يكون عندنا 480 متر، لو كان عندنا كولكتر رود الى اخره سيرفيس انترشين الى اخره 300 متر، لانه هذه الكودز بعطيني اياها. اف دي ار يعني فري واي ديستريبيوتر رود، سي دي ار يعني كولكتر ديستريبيوتر رود، اي ان يعني انترنس، اي اكس يعني اكزيت. طب لو كان عندي تو اكزيتس ورا بعض او تو انترنسز ورا بعض بيكون المسافه ال في الحالة الأولى، في فول فري بيكون 300 متر، في الحالة الثانية بيكون عندنا لما يكون عندنا كولكتر ديستريبيوتر رود بيكون عندنا 240 متر. طب لو واحد منهم كان خروج وواحد ثاني دخول وراء وهكذا، إذا بعطيني الحالات كلياتها التيرنينج رودوي لما يكون عندنا خارج وكمان خارج، قديش ممكن يكون المسافات بيناتهم؟ بعطيني المسافات كلياتها اللازمة مشان نصمم التيرمينالز. شو معنات كلمة دائما تيرمينال؟ النهايات أو البدايات، نهاية الكونكشن بوينتس تبعين التيرمينالز، شو ممكن يكون موجود عندنا هون؟ إذا هذا لو كان انترنس انترنس أو اكزيت اكزيت، بعطيني الشكل تبعه وبعطينا اللينكث اللي له وبعطينا كيف الكونكشن ديزاين. إذا كان عندنا فول فري واي أو كولكتر ديستريبيوتر رود، وهكذا لكل نوع من انواع الثلاثه اللي احنا شايفينهم او الاربعه اللي شايفينهم. لما نحكي على من الاشياء المهمه التيرمينال بوينتس، فينا سنجل لين انترانس او دبل لين انترانس، بدنا برضه نشوف التيبر ديزاين او البارل ديزاين للانترانس. لما يكون عندنا احنا اكسلريشن لين، كيف بده يكون ال ال تبع الـ LL acceleration، كيف بده يكون الشكل اللي عندي للـ overall picture، كيف بده يكون عندي الـ overall في الـ parallel design عندنا اللي احنا بنوجدها من الجداول، بنتذكر الجداول تبعين الـ LA أو الـ L deceleration length، وفي عندنا كمان الـ taper length. الـ taper length بيكون عندنا 50 إلى 1 إلى 70 إلى 1 في حالة ما كنا high speed facility، أو بالمينيموم بناخذ هذا الحكي في التيبر، او بالمينيموم ناخذ 90 متر في حاله البارالل ديزاين. هذا لما كان عندنا سنجل لين انترانس. طب لو كان عندي مش سنجل لين انترانس،
شو ممكن نعمل؟ ممكن نطلع على البدائل الأخرى. طبعاً أوكي، لو بدنا الجدول اللي أعطيناكم إياه بالديزاين أو بالإنترسكشن هو نفس هذا الجدول. يعني إذا كنت أنا بحكي عن فريوي أو شارع عليه ديزاين سبيد 80 أو 90 أو 100 كيلومتر في الساعة والرامب عليه ديزاين سبيد 60، أوكي إذا منقول هون الهايوي ديزاين سبيد كان 100 والرام كان عليه 60، إذا معنى ذلك أنا بحاجة إلى LA قديش عنا؟ 100 220 عفواً متر بشيء وهكذا. إذا إحنا بنوجد LA في حالة الانترانس إذا كان عندنا تيبر لينك أو كان عندنا بارلل لينك بنشوفه وبنعمله. عادة إحنا بنحب البارلل أكثر مور سيف مشان الاندماج بشكل أفضل. هذا الحكي على افتراض انه احنا ماشيين بشكل ليفل بشكل مستقيم مستوي، لكن لو كان عندي ميول وكانت هاي الميول اب او داون جريد، اذا كان عندي اب جريد او داون جريد بدنا ناخذ بعين الاعتبار التاثير على اللينث اوف ذا اكسلريشن لين. اذا لو كان عندي اب جريد بدي يكون عندي الاكسلريشن راح يزيد نضربه في 1.5 1.4، لكن إذا كنت بحكي عن downgrade بيكون أنا أقل بضربه في 0.6 أو 0.7 حسب القيمة اللي عندي استنادا إلى design speed of the highway. إذا لو كان عندنا design speed of the highway وكان عندنا هون design speed of the turning curve، يعني on the highway كان عندنا نرجع نقول 100 المثال اللي عندنا اللي حكينا عنه قبل شوي. لو افترضنا كان عندنا 100 الديزاين سبيد، اسمحوا لي بس بهالمكالمة بيمش بعدينكم.
كان عندنا 60 كيلومتر بير اور، كان 100 كيلومتر بير اور ديزاين سبيد على الهاي واي، معنى ذلك وكان عند الابجريد 3 الى 4% او 5 الى 6% حسب قديش عندي الابجريد، بيكون بناء على ذلك المعامل اللي انا بدي اضرب فيه اللي انا اوجدته من التابل السابق. او اذا كان عندنا داون جريد بيكون عندنا بالنسبه 3 الى 4% او داون جريد 5 الى 6% بدنا نضرب الفاكتور اللي موجود عندنا هنا منشان نعمل adjustment to the considerations of the grade. اوكي، هذه امثله اللي احنا شايفينها لهذه اللينز. هذا تيبر لين ديزاين للانترنس، هذا مش البارلل، هذا التيبر اللي احنا شايفينه، وهكذا هذه عباره عن الانترنسز اللي بنحكي عليها زيها بالضبط. عندنا الاكزيتس، الاكزيتس اللي حكيناه على الانترنس بينطبق على الاكزيت تماما. نحكي على اللينث اوف ذا في حاله الاكزيت على اللين اللي ممكن نعمله في الديسيلريشن، و الاكزيت قديش عندي المتطلبات للديزاين للسنجل لين اكزيت، سواء كان عندنا بارلل او كمان عندنا تيبرد. هذا تيبرد وهذا البارلل ديزاين نفس المبدا بالضبط، وهذه الامثله اللي احنا شايفينها امامنا. بتصور هيك كفايه. هذا شويه تفاصيل اكثر على الديزاين تبع، زي ما انه اللين 1 لين اكزيت عندنا 2 لين اكزيت 2 لين انترانس، نفس المبادئ تتكرر. خلينا بس نروح نشوف مثال او مثالين من الوظيفه اللي موجوده بين ايدينا. الوظيفه هاي على سبيل المثال بدنا نتطلع على السؤال الأول منها. مثلا حدا منكم اطلع على الوظيفة ولا لسه يا جماعة؟ إذا بدنا نحل إحنا interchange design problems لازم نتطلع ونحل الوظيفة منيح منيح، وبلكي يوم السبت القادم عملنا لكم كويز في أحد في الديزاين لأحد الإكزامبلز شبيه باللي إحنا بنحكي عليه اليوم. نطلع إذن على أول شيء، بقول لي right angle intersection of a two lane regional roads is to be upgraded، عليها moderate volumes وبالتالي including turning movements، بدنا نعمل one quadrant interchange is suggested. The design speed for the roads with the higher volume 90 km في الساعة، والأذر كان عندنا 60 km في الساعة. Okay. The topography is rough. Okay. Design and road interchange. طبعا في البداية بدنا نعمل design and road interchange بالhorizontal plan. لو فتحنا احنا هيك whiteboard، هي اعمل اخذنا المعطيات. طب خليني بالwhiteboard، انا بدي اخذ اذا بقدر اخذ الكلمات هاي اعملها اعمل لك كوبي وبيست، بدي اشوف اذا بقدر اعمل لك كوبي وبيست بالوايت بورد. هاي كوبي، نفتح هلا وايت بورد، نعمل ستوب شيرنج من هون ونروح نفتح هلا وايت بورد. اوكي والله ما طلعش هذا، انا تصورت انه نعمل بيست منه ما عملش بيست. على كل حال بالوايت بورد هذا واضح انه مايل نعمل له ديزاين. اول شيء في البلان كيف بدنا نرسم البلان؟ يعني اولا بدنا نقول انه في عندنا شارعين اللي بيتعامدوا مع بعض على زاويه 90 درجه، هذا الشارع الاول هذا الشارع الثاني. يعني دائما سكتش للسؤال بعطيني يعني نقطه بدايه كثير مهمه للحل. اوكي هلا ممكن يقول لي وين موجود ال1 كوادرن؟ موجوده في الربع الاول، الثاني، الثالث، الرابع. لو افترضنا موجود عندنا ال1 كوادرن interchange موجودة هون، ولو افترضنا عم بيقول لي السؤال انها عبارة عن ربع دائرة، ايش يعني انها ربع دائرة؟ بس خلينا نرسم التو لينز بكل اتجاه من الاتجاهين. هذا عندنا تو لينز، هذا عندنا تو لينز الى اخره الى اخره، وهذا عندنا كمان تو لينز، وهكذا. طبعا واحد منهم بده يكون فوق واحد تحت. احنا ممكن نفترض اذا ما قاليش مين بده يكون فوق مين بده يكون تحت، أنا بدنا نخرج عن النص لأنه مش قدامنا نص السؤال،
نفترض انه هذا اللي هو الاب، مين بيكون اب في الحاله هي يا جماعه؟ شرق غرب ولا شمال جنوب بيكون اب؟ شو رايكم من رسم هاي الرسمه مين بيكون اب؟ اللي مش شرق غرب. شرق غرب بيكون اب. اذا هذا بيكون اب، مش يعني اكتبه خلص مبين عنا، واحد بيكون داون. لو افترضنا انه بقول لي بدنا نعمل احنا هلا الون كوادرانت رامب على شكل ايش؟ على شكل ربع دائره. اذا انا في عندي من هون هيك نكملها ربع دائره بكاملها، مش هيك؟ تمام. ربع الدائره هاي معنى ذلك بنفتح التقاطع هذا، بنصمم هذا تقاطع ات جريد وهذا تقاطع ات جريد. لما نبدا اصمم قطعا بهمني شو اعمل في البدايه؟ اصمم يعني ايش؟ يعني كلمه بدي اصمم الون كوادرنت بدي اجوجد ايش يعني الراديوس لهذا الجزء، مش هيك؟ كيف ممكن يوجد الراديوس؟ ار شو بيساوي؟ بي سكوير على ايش؟ 127 بايش؟ اي بلس اف اس، مش هيك؟ اوكي. مشان اوجد الراديوس بدي اعرف انا الديزاين سبيد اون ذا رامب. شو ممكن يكون الديزاين سبيد اوف ذا رامب؟ اف ات از 1 كوادرنت رامب. هلا واحد من الشوارع الاكثر رئيسيه اللي طلعته فوق مثلا كان عليه 90 كيلومتر في الساعه، والثاني كان عندنا 60 كيلومتر في الساعه. عادة بيكون عندنا حوالي 30-50% من السبيد. هلا بما انه 1 كوادرنت ما عنديش مشكله يكون من اللور رينج، يعني اما بيكون 50% من ال 60 او 50% من ال 90، يعني بمعنى اما 45 او 40 كيلومتر في الساعه او 30 كيلومتر في الساعه، ممكن نعمله 30 كيلومتر في الساعه، ذاتس فاين، ما عندنا مشكله. اوكي. طب قديش عندنا اي؟ نفترض عندنا احنا الماكسيموم سوبر إليفيشن ريت في الحالة هاي ممكن يكون 6-8%، لأنه في عندنا بالنهايات في عندنا تقاطعات، بدناش بعد التقاطع بنرجع احنا ايش؟ كمبر عادي عند التقاطع، يعني بيكون عندنا كراون عادي عند التقاطع، ما بدي يكون مرتفع كثير كثير، ممكن أقول 6%. الإف إس ما هي مرتبطة بإيش الإف إس يا جماعة؟ بفي، مش هيك؟ إذا كان الديزاين سبيد نفترض 30 كيلومتر في الساعة ممكن يكون إف إس 0.2. اوكي. اذا لو افترضنا حلينا بهاي المعادله طلعت عندنا ار بتساوي 80 متر، نفترض اذا ار بتساوي 80 متر، هذا الانيشال ديزاين اوف ذيس بيرمنت. ولكن نتاكد انه هل ال 80 متر نفترض بتعطيني مجال اني اعمل انا هذا الكونكشن؟ هلا ممكن جدا بدي اشوف انا الديستنس نيدد تو افكت ذا جريد اليفيشن، قديش الحد الادنى اللازم تو افكت جريد؟ من وين لوين يعني تو افكت جريد يا جماعه؟ اللي حكيناه باول محاضره في هذا الموضوع، من هون لهون. قديش هالمسافه تو افكت جريد؟ هلا ممكن تكون من هون لهون، ساعتها هذه بدي امسكها اخذها لورا. اذا كنت انا بدي اخذ الحيز هذا لهون، هذا الحيز، شايفين هذا الحيز؟ اخذه لورا وهذا الحيز اخذه لورا، ممكن ابدا بالانترتشينج من هناك، لكن مش بالضروره، لانه اذا كنت انا ممكن ابدا بالرفع من قبل ال 80 متر بكمان 120 متر، ذاتس فاين، مشان اشوف هذا الديستنس دي، بتذكر هذا الديستنس كنا نسميها دي، الديستنس دي تو افكت جريد اليفيشن لها علاقه ريليتد تو ايش؟ وقديش عندنا اتش وايش كمان؟ الجريد وايش كمان؟ والديزاين سبيد. اوكي؟ هذه باول محاضره اخذناها. اذا انا بدي اتاكد من هالمسافه كم؟ بدي اشوف عندي اتش، نفترض انه كليرنس 4 متر و30 40 سم، وارتفاع الجسر كمان متر و60 سم، صار عندنا كلهم مجموعهم 6 متر، كان عندنا اذا اتش 6 متر. الجريد قديش عندي هذا الشارع الرئيسي ممكن انا اسمح فيه باني ارتفع بالميل؟ 5% 6% على الجراف اللي شفناه في اول لقاء في الانترشينجز. نفترض كان عندنا الديزاين سبيد كانت عندنا 70-80 كيلومتر في الساعه، كان الجريد
3-4% من الجراف بطلع دي. لو افترضنا دي اف يعني اي اسيوم انه دي اوجدناها صارت عندنا 250 متر على سبيل المثال. اذا انا بدي ابدا ما قبل الانترشينج ب 250 متر ابدا ارفع، وعندي البروفايل ديزاين كيف بدي ابدا ارفع. يعني لو انا رسمت هذا البروفايل ديزاين وكان عندنا في الاول ماشي هذا لعند هاي النقطه، كان عندنا ليفل الشارع هذا نفترض كان هيك، وبعدين شو صار عندنا؟ صار عندنا يميل، صار عندنا جريد، هذا عندنا جريد، ويبدا نرفع من هاي النقطه بهذا الساق فيرتيكال كير. واضح؟ اذا من هاي النقطه اللي بتكون هاي النقطه لهاي النقطه اللي بدنا نوصل فيها لحد معين، بعدين بدي اعمل انا الفيرتيكال كريست كيرف مشان اقول this is the distance d، من هون لهون الdistance d اللي انا بدور كنت عليها. هاي اللي كانت مثلا بتشكل لي من هون لهون عندنا ساق فيرتيكال كيرف، نفترض انه كان عندنا طوله 120 متر وكان عندنا فيرتيكال كيرف من هون لهون كان عندنا 260 متر، لانه صار عندنا 130 متر نص هذا الكريست كيرف، و120 متر تبع الساق فيرتيكال كله صار عندنا المسافه اللي طلعت عندنا كانت 250 على سبيل المثال. اذا انا عرفت انه وين لوكيتد هاي النقطه تبعت هذا الرام، لوكيتد 80 متر، لو انا بدي اخذ ار 80 متر، 80 متر قبل التوب، هاي 80 متر قبل التوب، 80 متر من هاي النقطه. اذا انا عند هون بالضبط بدي اشوف قديش عندنا الاليفيشن اللي هون، تمام؟ بامكاني اوجدها. ما طبعا بنحل سؤال كذا بنعرف قديش الفيرتيكال اليفيشن، عرفنا هذا الاليفيشن كم، وبنفس الوقت بدي اعرف الاليفيشن اللي هون مشان اتاكد انه الميل اللي عندي اللي هون، اذا كنت انا عارف انه هذا الاليفيشن اللي هون كان عندنا 150.4 وهذا كان عندنا 142.6، اذا الرامب اللي عندي اللي هون بده يكون طالع من هذا الرامب اللي عم طالع. لو افترضنا هذا كان طالع طلوع هذا الرامب الاولاني، هذا الرامب كان طالع هون بما يكافئ مثلا ميل 3%، وانا بدي اتفرع منه بهذا الرامب اللي هو هون، هذا الجزء اللي هو هذا الشارع، تمام؟ بعدين بدي اتفرع عندي رامب عشان ننزل نزول هلا هيك، لما ننزل لتحت وتماتش في الاخر مع النقطه اللي هون، كله احمر باحمر بس بهمش، بتصور انتم ملاحقين مزبوط معي يفترض. اذا انا الان بدي اصمم هذا الرامب، الاليفيشن اللي هون اللي طلعته قبل شوي اللي كان الاليفيشن نفسه اللي هون، بدي اشوف الاليفيشن بالنهايه اللي هون اللي هو نفسه اللي هون، اتاكد انه الاليفيشنز هاي بتعمل لي ديزاين مناسب لهذا الكيرف ولهذا الكيرف اذا كنت بدي اعملهم بهذا الشكل، تمام؟ اذا انا بدي اعمل ديزاين للبروفايل لازم اتاكد انه الماكسيموم سلوب اللي هلا شفناه قبل شوي في محاضره اليوم، قديش ممكن يكون الماكسيموم رامب سلوب له علاقه بالديزاين سبيد. اذا كان الديزاين سبيد 30 و40 كيلومتر في الساعه ممكن يكون 7 و8% مثلا، اذا باخذ الماكسيموم مثلا 8% اتاكد انه if I have 8% what will be the design of this crest vertical curve او the design of this sag vertical curve، هل عندي الحيز هذا كافي او مش كافي، شو ممكن يكون the design of this vertical curve. وضحت الصوره هيك؟ بيسالني اخر شيء بالسؤال، طبعا انا ما بديش احكي بارقام هلا، الارقام عندكم، لكن كمان بيسالني انه اعمل لي ديزاين للتقاطع، التقاطع اللي هون اذا بدنا نعمل فول شانلايزيشن معناها بدنا نعمل هيك، بدنا نعمل هيك، بدنا نعمل هون مجال في هذا الشارع للليفت تيرن لين اللي بيدخل عندنا هون هيك ليفت تيرن لين، وهون بدي اعمل له جزيره هيك مسكره الى اخره. اذا هذا بيكون عندنا شكل التقاطع اللي ممكن يكون عندنا. ايش هذا التقاطع؟ ممكن يكون عندنا ايش نسميه تري ليج شانلايزد انترسكشن، تمام؟ هيك اللي بيمشي من هون لهون بيعمل الليفت تيرن هاي، من هون بيعمل الرايت تيرن هاي، هاي بيعمل هذا الرايت تيرن من هون،
هذا بيجي left turn من هون، هذا بيجي left turn من هون، هذا بيكون الديزاين of one of the terminal intersections. The intersections اللي احنا شايفينهم عندنا هنا. بتأمل هيك الصورة صارت واضحة لمثل هيك نوع. أكيد المرة الجاي بس بحب تكونوا أنتم بتطلعين على كل الهومورك، إذا عندكم أي سؤال على أي شيء بالهومورك برضو مشان نحكي فيها المرة الجاي. إضافة بضل لنا آخر شيء عندنا الهيدروليك ديزاين فور ديزاين أوف دي كالفرتس، لأنه بهمنا كثير اللي بعرف تصميم طرق يعرف كيف يصمم الكالفرت أو يعمل دايمنشنينج للكالفرت اللي ممكن يأخذها بالديزاين على الطريق. إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا إذن السبت والثلاثاء بنخلص المادة، وبإذن الله بيكون عندنا برضه كمان كويز، وبيكون عندنا كمان إنهاء لموضوع الديزاين of the hydraulics أو drainage system للهايويز. في أي سؤال عندكم يا جماعة؟ دكتور يعطيك العافية. يعطيك تفضل. شو صار في تأجيل المشروع؟ تأجيل المشروع حقيقة اليوم في عندي حديث مع مهندس أشرف، وبإذن الله يعني بيكون أجلنا لكم المشروع كم يوم إن شاء الله، ما في مشكلة كتير. لو بقدرش لبعد العيد أحسن. والله في ديدلاين، أنا هو يعني ما حكينا فينا ديدلاين، بدنا نجتهد إنه ما نقدرش نتجاوزه بالنسبة للجامعة لأنه بصير عندنا مشكلة. إذا بنقدر حقيقة يكون مباشرة بعد العيد فورا، من أول يوم دوام بعد العيد أو آخر يوم بعطلة العيد بيكون نهاية هو أسبوع، فبعتقد إنه مش راح يكون في مشكلة، بس خلينا نتأكد منها واليوم نعلن لكم على إما على الواتساب أو على الموديل إن شاء الله تعالى. خلاص إن شاء الله يا ريت، لأنه والله في امتحانات أصلاً قبل العيد لسه علينا غير المشاريع. بإذن الله إن شاء الله. الله يعطيك العافية دكتور. أي سؤال تاني يا جماعة؟ طيب نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونشوفكم يوم السبت القادم إن شاء الله.